السلام عليكم. في هذا الدرس هناخد keyword جميلة جدا وهي البريك. طبعا البريك شفناها في موضوع السويتش. طبعا احنا بناخدها في موضوع اللوبينج بشكل عام بين واحد ثلاثة for while do while. طيب البريك انا وقتش استخدمها، انا بدي استخدمها لما بدي اوقف عملية التكرار. مثلا لو انا عندي اعمل تكرار من واحد لمية، وإذا كنت حاطط شرط داخل الفور لوب إنه مثلا لو وصل قيمة المتغير الانيشال كاونتر، إذا وصل لا مثلا لخمسين وتحقق الشرط تعمل لي بريك. طيب نيجي ناخد مثال عشان توضح لنا الأمور. باش بقول له فور، باش بعمل هنا الفاليبل المتغير العداد، باش بقول له من واحد. طيب باش بقول له إذا كانت الاي أقل من أو يساوي إلى 20، وهنا هحط له الكاونتر باش بقول له اي بلس بلس. تمام. طيب هنا ايش باش بقول له؟ ايكو اطبع لي مثلا قيمة الاي، باش بقول مثلا حط لي ب اتش 5، باش بقول له دوت اللي هو لا الاي دوت اللي هو كمان الاتش، هنا بقول له الاتش 5 اتش 5. تمام. طيب لو جيت انا وعملت عملية طباعة، طبعا ايش طبع لي؟ من واحد ل 20، بس لكن هنا ما طبقش اللي هي نيجي بس نعمل بهذا الشكل. طبعا ايش طلع عليه؟ طبعا فينا مشكلة كمان ايكو لا الاتش 5 ناس انا التاج هنا، بس بحط هذه ارجعها كده. تمام. طيب طبعا ايش طبع ليش؟ من واحد ل 20. طيب انا بدي اقول له لما توصل للعشرة وقف عملية اللوبينج، واطبع لي كلمة مثلا ستوب. فايش بقول له؟ اف اذا كانت الاي هل تساوي العشرة، ايش تعمل لي؟ تعمل لي بريك. بس طيب بس قبل ما تعمل لي بريك قول لي مثلا ايكو مثلا اطبع لي اتش 1، هنا سكر لي الاتش 1، واطبع لي مثلا كلمة مثلا ستوب لوب. هو من اللي كمان غير لي اللون تبعها، اقول لي ستايل هنا يساوي، باجي بقول له مثلا color red. تمام. طيب ونيجي نشوف نعمل reload على التحميل، ونيجي نشوف طبعا طبع لي من واحد لتسعة، وبعد طبع لي stop loop. طب ليش ما طبع ليش عشرة؟ لانه انا قلت له اذا كانت الاي بتساوي عشرة اطبع لي الايكو، قول لي stop اعمل لي break قبل ما تطبع العشرة، بس افحص لي اذا كان هو عشرة خلاص اطبعش واطلع لي من اللي هو الفور لوب. طبعا هذه بالنسبه للبريك، ممكن تستخدمها انت في برامج كتير، يعني هي من الكلمات المهمه. طبعا هذا هو هيك بالنسبه للدرس. شوفوا الدرس القادم، والسلام عليكم.